السلام عليكم. انفينيكس تعلن رسميا عن الهاتف انفينيكس زيرو الترا، اول هاتف في العالم بشحن 180 واط. سعر ومواصفات انفينيكس زيرو الترا كل هذا واكثر اعزائي الكرام سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء اتمنى منكم دعم القناه بقوه لكي نصل بسرعه ل 100,000 مشترك فضلا منكم، وليس امرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتوت اول وتابع الفيديو حتى النهايه. أعلنت شركة انفينيكس المصنعة للهواتف الذكية اليوم عن أحدث هواتفها انفينيكس زيرو الترا، أول هاتف في العالم يدعم الشحن السريع بقدرة 180 واط. فهيا نتعرف على هذا الهاتف الخرافي. مواصفات انفينيكس زيرو الترا: جاء الهاتف انفينيكس زيرو الترا بشاشة مقاس 6 إلى 8 إنش بدقة فول اتش دي بلس وجودة عرض 2400×1080 بيكسل وكثافة بيكسلات 387 بيكسل في الإنش، وتشغل مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية 90.5%. أبعاد الهاتف جاءت كالتالي: الطول 165.5، العرض 74.5، والسمك 8.8 ملم. لنسخة اللون الفضي ويزن الهاتف 213 غراما. يعمل الهاتف بالمعالج المميز ميديا تيك ديمونسيتي 920 بمعمارية 6 نانومتر ومعالج رسوميات مالي جي 68 8 النواة بتردد يصل إلى 2.5 جيجا هرتز، وسيعمل الهاتف بنظام اندرويد 12 مع رام 8 جيجا بايت وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت مع إمكانية تركيب ذاكرة تخزين خارجية. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل وتدعم التثبيت البصري OIS، وعدسة واسعة جدا بدقة 13 ميجا بيكسل تدعم التركيز التلقائي وعدسة 2 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وجاءت في ثقب بالمنتصف. يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وهو أول هاتف في العالم يدعم الشحن السريع بقدرة 180 واط. تقول انفينيكس إنه يمكن شحن الهاتف بالكامل في 12 دقيقة فقط. سعر الهاتف انفينيكس زيرو الترا فهو يصل إلى 520 دولار أمريكي، يعني تقريبا 5000 درهم مغربي. يعني صراحة عندما شاهدت أنه يمكن لهذا الهاتف أن يشحن بالكامل في 12 دقيقة فهذه مفاجأة كبرى صراحة. يعني تصوروا على أن الهاتف العادي مثلا لدي سامسونج، هاتف من هواتف سامسونج أو الآيفون، يعني دعونا نتكلم عن سامسونج لم يأخذ الكثير من الوقت إذا كان لديك الفاست شارجر، فتقوم بشحن الهاتف بالكامل في ساعة أو ساعة ونصف أو ربما 45 أو 50 دقيقة. ولكن إذا كان لديك هاتف آيفون وإذا لم يكن لديك هاتف فاست شارج أو إذا حتى ولو كان لديك الفاست شارج فيمكنك شحن هاتف الآيفون في ليلة كاملة على ما أظن، فهو يأخذ الكثير من الوقت لكي يشحن من 20 إلى 100%. ولكن دعونا نلقي نظرة هنا على هذا الهاتف، فهو صراحة شحن خرافي أصدقائي. يعني 12 دقيقة هاتف انفينيكس وهذه القوة، يعني القوة الكارثية في الشحن، فهذا صراحة شيء خرافي جدا من شركة انفينيكس. 180 واط صراحة، يعني دعوني أعرف ما رأيكم في التطورات التي حققتها هذه الشركة، شركة انفينيكس في هواتفها الأخيرة. شاركونا آراءكم ضمن التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.